صباح الخير يا متابعين، افتح الفن الصباح شركة وينزر بروكر، هيضم لكم كريم مجدي اليوم 8 مارس 2021، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي. تداولات سلبية للجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي، وده راجع أكيد في المقام الأول لارتفاع الدولار بعد تمسك جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بطبعا أسعار الفايدة المنخفضة، وإبداء قلق إذا موجة بيع شهادات السندات في الآونة الأخيرة. دي كانت أهم الأخبار اللي أثرت على الأسواق يوم الجمعة الماضية، بالإضافة كمان كان عندنا بيانات هامة من الولايات المتحدة الأمريكية، أهمهم على الإطلاق هو تقرير التوظيف بالقطاع الخاص لشهر فبراير اللي جاب نتيجة أفضل من المتوقع 378 ألف، وكان متوقع عليه 182 ألف. أيضا معدل البطالة لشهر فبراير اللي جاب نتيجة أفضل من المتوقع 6.2%، وكان متوقع عليه 6.3%. دي كانت أهم البيانات وأهم الأخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشورت توقعاتنا ليه على مدار اليوم النهاردة. زي ما احنا شايفين طبعا الأداء السلبي للجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي وانخفاضه واصطدامه بمنطقة الدعم الأهم عند 37.90، ولكن مازال طبعا مضغوط عليه بشكل كبير. زي ما احنا شايفين تقاطع الاستوكاستيك الأسفل، أداء سلبي على مؤشر السار، تقاطع المتوسطات السعرية الأسفل، المسافة بينهم يدل على قوة الاتجاه السلبي. أيضا أداء سلبي على مؤشر الـ EMA وعلى مؤشر فلات تريند، ولذلك نتوقع مزيد من الأداء السلبي ولكن بشرط كسر 37.90 عشان يروح لل 37.30 وراها 36.90، مرة تانية كسر 37.90 وراها 37.30 وراها 36.90. السيناريو الآخر المعاكس هتحقق بكسر 38.90 عشان يروح لل 45 39.45 وراها 40.10. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وبتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.